السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليكم. النهاردة فيديو فيه معلومة جديدة ليكم هتفيدكم وهتكمل الفيديو اللي فات، واللي ما شافش الفيديو اللي فات هسيبه لكم هنا وهسيبه تحت في اللينك، هسيب اللينك تحت في البوكس اللي فيه البيانات تقدري تضغطي عليه وتشوفي الفيديو. فيديو النهاردة هكلمك فيه عن ابليكيشن يقدر ينظم لك وقتك انك تشربي مية من 8-10 كوبايات مية خلال الفترة اللي بتفطريها من اول المغرب لحد وقت السحور. الابليكيشن اسمه Water Drink Remember. شكله زي ما انت شايفة كده، لونه اخضر، بيبان قدامك هنا كده علامة زائد تقدري تضيفي منها الكوبايات، وعندك في الجنب علامة عاملة زي الريسايكل جواها كوبايات اوريدي متسجلة من الابليكيشن تقدري تختاريها وتزوديها، وعندك فوق في الجنب تقدري تحطي الوزن. يعني مثلا تقولي ان انت هتبدأي مثلا من وزن 80 او 89 وتقدري بعد كده تبدأي تزودي او تقللي وزنك على حسب ما انت عايزة. وعندك فوق هنا في الشمال تقدري تظبطي الريمايندرز، تخشي على الريمايندرز هتلاقي عندك في حاجة متسجلة اوريدي اللي هي كل 60 دقيقة يفكرك انك تشربي مية، ودي في الايام العادية هتفيدك جدا. اما ان احنا في رمضان فانا هعملها مانيوال، وهختار من اول الساعة 7 يعني من بعد الفطار على طول لحد الساعة 11، وهلغي كل الاوقات التانية لحد الساعة 11 بالليل هشرب مية في الوقت ده. لو رجعنا ورا هتلاقي فوق هنا مكتوب مثلا هنا 1937 ملي، ده اللي مطلوب مني على وزني ان انا اشرب المية دي. انا لاغي منه لتر كامل لاني بصراحة مش هقدر اشرب 3 لتر في اليوم، فانا لاغي منه لتر تعويضيا بس لحد بعد رمضان، وهرجع اشرب 3 لتر عادي جدا. الابليكيشن ده حلو جدا، هيساعدك كل شويه هتلاقيه بيعمل لك صوت ميه وتقدري تغيريه، يعني ان انت تقدري تشربي ميه يعني في حوالي من 25 ملي لحد 100 ملي الكوبايه، ما تشربيش اكتر من كده لان الجسم بيستفيد بس بالكوبايه الواحده اللي انت بتشربيها والباقي بيتردوا. وده كان فيديو النهاردة، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتابعوني في الفيديوهات اللي جاية عشان عندي ليكو حاجات كتيرة جدا هتفيدكو وهتسهل عليكو رمضان. رمضان كريم وسلام.